معنا الآن من القدس مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين، أهلا بك. الوضع الآن في المسجد الأقصى بعد تجدد الاقتحامات. سهام، الوضع الآن في المسجد الأقصى أن باب المغاربة الذي يقتحم من خلاله المستوطنون قد أغلق قبل نحو ساعة وربع. خلال الفترة الأولى من الاقتحامات اقتحم نحو 660 مستوطنا باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي تزامنا مع الاقتحامات فرضت قيودا على دخول المصلين المسلمين ومنع من هم دون سن 60 عاما من دخوله، وبالتالي فقط كبار السن من استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى. هذا الصباح في الصور تشاهدون أحد الشبان الذي يحاول الدخول إلى المسجد الأقصى ويتم توقيفه على الرغم من أن الاقتحامات متوقفة. هذا تدقيق ببطاقات هويات الشبان، وهذا الحال يسري على مختلف بوابات المسجد الأقصى المبارك التي شهدت هذا الصباح جولات استفزازية للمستوطنين الذين كانوا يحملون سعف النخيل، وهي قرابين نباتية، يؤدون طقوس تلمودية ورقصات وغناء خاصة بالعيد اليهودي. اليوم هو اليوم السابع من عيد العرش اليهودي الذي بدأ الاثنين الماضي، واليوم أيضا هنالك مناسبة أخرى تسمى فرحة نزول التوراة، وخلالها يكثف المستوطنون من اقتحاماتهم. متوقع أن يقتحم المزيد من المستوطنين سهام في ساعة واحدة بعد الظهر عندما تستأنف الاقتحامات، وأشير إلى أنه على مدار أسبوع عيد العرش اقتحم نحو 4000 مستوطن باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوس تلمودية. هذا بالتزامن مع فرض تضييقات على دخول المصلين المسلمين، وأيضا محاولة تقويض دور الأوقاف الإسلامية التي اعتقلت قوات الاحتلال اليوم موظفة إعمار من داخل ساحته. وبالتالي عند الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم سوف تستأنف الاقتحامات لساعة واحدة، سوف يدخل خلالها المزيد من المستوطنين في ظل هذه الأعياد اليهودية المستمرة. يائير لابيد كان اتخذ قرارا بالإبقاء على حالة التأهب القصوى إلى ما بعد الانتخابات، انتخابات الكنيسة. ما الذي يعنيه عمليا ذلك؟ وماذا عن القرار الأخير بفرض إغلاق على قطاع غزة والضفة الغربية؟ يعني جرت العادة أنه في الأعياد اليهودية أو في الظروف الأمنية المتعقدة تفرض قيود معينة على الأرض. هذا الإغلاق الذي سوف يفرض على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة هو بسبب عيد العرش اليهودي. فرض هذا الإغلاق في بداية العيد، وكان القرار أن يفرض في نهاية هذا العيد. اليوم سوف يبدأ الإغلاق عند الساعة 4 عصرا حتى ليل الاثنين الثلاثاء، وهذا في إطار إجراءات العيد اليهودي سهام. وعلى مستوى موضوع التأهب الأمني، هو أصلا هنالك حالة من التأهب مفروضة على الأرض في مدينة القدس المحتلة، ولا ننسى أن عملية البحث عن منفذ إطلاق النار التي وقعت مساء السبت الماضي عند حاجز مخيم شعفاط، عمليات البحث ما زالت جارية، لم تعثر حتى اللحظة قوات الاحتلال على المشتبه بتنفيذه. نعم. عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، حتى إن الفلسطينيين والمقدسيين يسمعون بشكل متكرر أصوات الزنانة أو طائرة الاستطلاع، عمليات بحث في السماء، عمليات بحث ودفع بتعزيزات عسكرية على الأرض. لا ننسى أيضا أن هنالك استدعاء لأربع كتائب وسرايا من جنود الاحتياط تعمل في مدينة القدس في هذه الأيام. هذا بسبب الأعياد اليهودية، وكما ذكرت سوف يتواصل إلى حين انتخابات الكنيسة التي هي قريبة على بعد أيام، مطلع نوفمبر المقبل. كريستينا ريناوي من القدس، شكرا جزيلا لك.